اليوم في بين الفريقين. ننتظر ضربة البداية لحكم المباراة. طبعا في المواجهات المولودية البحث عن فوز جديد للبقاء ضمن أصحاب المقدمة، خاصة المتابعة والملاحقة لأصحاب المقدمة خاصة، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بتسع مباريات دون خسارة. هل سيصل الفريق إلى المباراة العاشرة دون خسارة؟ الجواب بعد 90 دقيقة من الآن. ضربة البداية لمصلحة أولمبي شلف. الكرة على الجهة اليسرى، يحاول بن صالح دائما يصنع الكرات مثل ما حدث في المباراة السابقة. بوسعيد العائد إلى تشكيلة الفريق، كان غاب في المباراة السابقة أمام وداد تلمسان. الكرة من هناك، حشود محاولة لقطع الكرة ملعوبة، والتغطية الدفاعية إخراج الكرة إلى رمي تماس. فهي الكرة والصراع أربيعي، كرة بينية بالحشود والحارس في المرة الأولى العارضة، وفي الثانية الحارس على وشيش ينقذ مرماه. الدفاع يبعد في الدقيقة العاشرة، أخطر فرصة، كرة معاكسة صديقة كادت أن تسكن الشباك، ولكن العارضة كانت بالمرصات المرة الأولى. الحارس ألوشيش أمام فريوي في المرة الثانية، إنقاذ ممتاز، محاولة المرور والخطأ، تغطية دفاعية من حداد، يرجع للحارس شعال. هذا غزالة يلعب مع حداد. ربيعي هذا استلم كرة طويلة، كرة طويلة، محاولة إلى محاولة المرور، كرة للمولودية، ويا سلام، والقائم يرد الكرة. كرة صعبة وخطيرة وقوية، ولكن القائم بالمرصاد ينقذ مرمى الحارس على وشيش وأولمبي شلف في الدقيقة 32. كرة لي ملعوبة هايلة، يا سلام الرد، أول أهداف المباراة لأولمبي شلف. الفريق الضيف يتمكن من الوصول إلى الشباك بالنيران صديقة بن حداد الذي حاول إخراج الكرة، ولكنه أخطأ ووضع الكرة في الشباك مباشرة. في إعلان للهدف الأول لأولمبي شلف كانت الكرة ملعوبة بينية، سنشاهد كيف كان الحال. لم تكن هناك وضعية تسلل، عليان يحاول في هذه الكرة، حاول بقدمه اليمنى المدافع حداد ولكن لم يتمكن من إخراج الكرة، بل وضع الكرة مباشرة في شباك حارسه شعال. تتغير النتيجة، تصبح واحد مقابل لا شيء لفريق أولمبي شلف أمام مولودية الجزائر موقع ملعب 5 جويلية. شاهدوا كيف كان الحال في المرة الأولى من زاوية أخرى. حداد لم يتمكن أو لم يحسن التصرف في هذه الكرة، بدل إخراج الكرة بالقدم اليسرى أظن ذلك، أخرجها باليمنى فكانت صعبة، ووضعها مباشرة في الشباك. واحد مقابل لا شيء لأولمبي شلف. بنينار صديقة أم من اللاعب رقم 11 عليان؟ في كرة واحدة الخروج كان صعب على دفاع المولودية، بكرة واحدة ضرب الدفاع وتمكن من الوصول إلى الشباك. في الوسط إيسو يحاول، حشود، كرة مرفوعة بالرأس، تعديل النتيجة من جانب المولودية. زايدي يتمكن من التعديل في الدقيقة 34. زايدي وقت قصير فقط في مرمى لوشيش برأسية، سنشاهد كيف كانت اللقطة بالعرض البطيء. محاولة من حشود يرسل كرة أمامية
الرأسية من عبادة، المتابعة من زيدي مباشرة بالرأس في مرمى، تعديل النتيجة من المولودية في وقت قصير. عاد الفريق، ها هي الكرة الرأسية الأولى من المدافع من عبادة، الثانية من زيدي مباشرة في شباك الحارس علوشيش من زاوية أخرى قريبة. متابعة ممتازة من زيدي يعدل النتيجة لمصلحة المولودية. هدف مقابل هدف، ها هي بالرأس في زاوية صعبة بعيدة، علوشيش ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء. عليلي ضاعت الكرة، مبدا الأفضلية، إيسو بالخير بالخير، عودة موفقة من عليا، نقطع كرة، حول لأولمبي شلف، اضرب الكرة، دحامني يبعث عن الزاوية الصعبة وفوق المرمى. محاولة الانطلاق في عمليات هجومية مرتدة غير راضي الحارس الشعال، هذا دحامني آخر من حاول والكرة مرت فوق العارضة. 55 للحارس لمولودية الجزائر، هي كرة من جديد، ضرب الدفاع دحمني ولكن كان في زاوية صعبة بين الضيف أولمبي شلف والمولودية، واحد مقابل واحد بالخير، وزع كرة ولكن تدخل موفق، وزحزوح يتفوق على فريوي في هذه الكرة، والخطأ بصافرة الحكم. الكرة الأخيرة قبل الصافرة النهائية للشوط الأول وأحداثه، واحد مقابل واحد، علوشيش كرة من بالخير براس في الوسط طار، يحاول الصافرة النهائية للشوط الأول للمباراة، واحد مقابل واحد بين الضيف أولمبي شلف الذي كان بادر بتسجيل في الدقيقة 32 عن طريق المدافع حداد في مرماه بعد هجمة معاكسة، ثم عدل النتيجة بعد ذلك زايدي في الدقيقة 34، ردة فعل قوية مع وجود كرة في العارضة وأخرى في القائم. سنلعب الشوط الثاني تحت الأضواء الكاشفة، ضربة البداية الآن للشوط الثاني. الشوط الأول تركناه إيجابي بواحد مقابل واحد بين المولودية وأولمبي شلف، الفريق الضيف. أولمبي شلف كان السباق للتسجيل في الدقيقة 32 عن طريق المدافع حداد الذي سجل ضد مرماه بعد عملية هجومية وكرة سريعة مرتدة لأولمبي شلف. هناك جوبا، هناك بن حواء، حتى في الطاقم الفني للفريق المدرب حراس المرمى والمساعد. كرة من هناك، محاولة داخل منطقة العمليات، ماذا يشير الحكم؟ لا شيء، يقول إلى ركلة جزاء، يقول الحكم أم ماذا؟ نعم، يقول أو يشير إلى ركلة جزاء الحكم السيد نادر في آخر لحظة بعد هذه الكرة داخل منطقة العمليات، حديث من غزالة والحكم. سنشاهد كيف كان ذلك، تدخل من غزالة قوي على في فرصة لتسجيل فرصة سابحة، والحارس شعل. التركيز من فغلول على الكرة الثابتة أمام الحارس شعل، من ستكون الكلمة في هذه المواجهة. حكم يأمر اللاعبين بالخروج من القوس واحترام المسافة. فغلول في مواجهة شعال، كرة ثابتة، فغلول يحاول، يتمكن من الوصول للشباك وتسجيل الهدف الثاني لمصلحة أولمبي شلف. فغلول يضيف الهدف الثاني لأولمبي شلف من ركلة الجزاء بهذه الطريقة، التمويه، وبعد ذلك بقوة كبيرة بباطن القدم في شباك الحارس شعال في الزاوية اليمنى، نعم، في مرمى الحارس شعال. فغلول بكل ثقة بكل قوة يمنح الأفضلية لأولمبي شلف مثل ما كان الحال عليه في الشوط الأول للمباراة. الأفضلية كانت للأولمبي ولكن لمدة دقيقتين فقط. على هوا مرسلي، مراوغة أولى وثانية، دحمني خرج الكرة إلى ركنية لمصلحة المولودية. تعدت الكرات الثابتة من جديد، الكرة بطريقة أخرى، طاهر يرفع كرة داخل منطقة العمليات، الحارس في كرة صعبة، الدفاع عبد الحفيظ يحضر من جديد، مرسلي وقوية،
قوية مباشرة إلى 55 فوق أو زيدي سدد بقوة كرة طويلة في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع. شعال مازال ربما بالرأس إخراج الكرة التفوق من جانب الدفاع المتجمع. غزالة يحضر كرة من هناك يغير الاتجاه على الجهة اليمنى داخل منطقة العمليات تغطية كرة ثانية. محاولة أخرى من مورسلي التوزيع العرضية داخل منطقة العمليات الحارس مرتدة تسديدة قوية للمرة الثالثة. حشود يحاول هذه المرة حشود بين أحضان الحارس مرت القوة الكبيرة من المولودية والضغط والكرة الصعبة والخطيرة ولكن مرت بسلام على الحارس ألوشيش في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع في محاولة تعديل النتيجة من جانب المولودية. المرة الأولى والثانية والثالثة وحكم المباراة السيد علي نادر ينهي المباراة بتفوق وفوز فريق أولمبي شلف على